بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 100 في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من الفرائد في غزوة بدر كذلك هو حرص المؤمن على الطاعات والمسارعة في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي أبواب الخير. وقد تجلى هذا في تسابق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للمبارزة حينما خرج 3 من الأنصار، ثم قال المشركون: أكفاء كرام يا محمد أخرج لنا الأكفاء من قومنا. فقال: قم يا حمزة، وقم يا أبا عبيدة بن حارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: قم يا علي رضي الله عنه. ومن المواقف التي تظهر حرص الصحابة رضي الله عنهم هو موقف عمير ابن أبي وقاص. عمير هذا أيها الإخوة كان عمره 16 عاما، وقد ذكر أهل السير أنه أصغر من شهد بدرا أو من قتل في بدر. 16 عاما، قال سعد بن أبي وقاص: كنت أرى أخي عميرا يختفي بين الرجال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعرضهم قبل خروجه، فقلت له: ما لك؟ قال: إني أخشى أن يستصغرني فيرجعني. قال: فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فاستصغره وأمره أن يعود. تدرون ماذا فعل أيها الإخوة؟ هذا الشاب في 16 من عمره بكى وقال: يا رسول الله لا تحرمني، فإني أرجو أن يرزقني الله الشهادة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وكان من شهداء غزوة بدر. نحن الشاب في 16 من عمره أيها الإخوة، ما هي طموحاته، أمانيه، غايته؟ وهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تربوا على يديه. وحرص الصحابة لم يقف في غزوة بدر، بل كانت حياتهم في مجملها حرصا على الطاعات وعلى ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما جاءت غزوة أحد كان أكثر الصحابة يريدون الخروج ممن لم يحضر بدرا. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر خرج إليه الصحابة يهنئونه، وكان ممن خرج أسيد ابن حضير أو الحضير رضي الله عنه، وهو من سادات الأنصار، وهو الذي سبق معنا لما أسلم على يدي مصعب ابن عمير، ثم دعا سعد بن معاذ فأسلم أيضا سعد بعد ذلك. أيها الإخوة، قال أسيد بن الحضير للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هنأك الله بنصرك يا رسول الله، والله ما كنت أظن أنك تلقى عدوا، وإنما ظننتها العير، أي خرجتم لأجلي العير وتعودون سالمين، والله ما ظننتها إلا العير، ولو كنت أعلم أنك تلقى عدوا ما تخلفت عنك قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: صدقت. هذا هو حرصهم أيها الإخوة على أن يكونوا في المكان الذي يريده الله، وأن يختاروا من الأعمال ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتعرضوا لنفحات الرحمة، وأن يكونوا بجوار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الفرائد في هذا الوفاء الذي مثله نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان مثالا عظيما في الوفاء فيما بينك وبين الناس من عقود أو عهود. أيها الإخوة، حتى من الصالحين هناك من يعاهدك فينقض عهده، هناك من يعدك فيخلف وعده، ثم يأتي بحجج، يأتي بشماعات يضع عليها حججا واهية، هو أول من يعلم أنه قد نقض عهده وأخلف وعده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، وذكر منها: وإذا عاهد غدر، وفي الحديث الآخر: وإذا وعد أخلف. ونقض العهد هي من صفات المشركين ومن صفات ضعيف الإيمان، فإنك ترى الناس وإيمانهم وصدقهم والتزامهم بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو بمدى ثباتهم على ما وعدوا أو ما عاهدوا. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار المشركين ألا يغدر، فقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، تخبرهم أن الذي بينك وبينهم قد انتهى. وفي العقد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار أن يدافعوا عنه في المدينة، لذلك لما علم أنها الحرب قال: أشيروا علي. فقام أبو بكر فتكلم، قال: أشيروا علي. قال عمر وتكلم، قال: أشيروا علي. قال قام المقداد وتكلم، ثم قال: أشيروا علي. كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي. فقال له سعد بن معاذ: كأنك تعنينا يا رسول الله. قال: نعم. هو يعيدها صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يأمرهم مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه التزم معهم بما كان بينهم في غزوة في صلح أو في بيعة العقبة.
فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، إن قد أمنا بك وصدقناك واتبعناك، فامضي بنا يا رسول الله حيث أمرك الله، اضعن بنا حيث شئت، وانزل بنا حيث شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وإنما أخذته أحب إلينا مما تركته. والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، لا يتخلف منا واحد، وعسى الله أن يريك منا ما تقر به عينك، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. فقال: أتكلم عني وعن الأنصار. فهنا تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رضي الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم بأن يقاتلوا، وكان سعد بن معاذ في مقدمتهم رضي الله عنه وأرضاه. فلم يستعد النبي صلى الله عليه وسلم للمعركة إلا بعد أن أذن له الأنصار، وهذا والله من تمام عدله والتزامه بما عاهد عليه الناس. فلنكن مقتدين به صلوات الله وسلامه عليه في حفظ عهودنا ومواثيقنا، وأن نعلم أن هذا من الجوانب التي يظهر فيها خشيتنا وديننا وإيماننا بالله سبحانه وتعالى. أقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الثاني بعد المئة في سيرته صلى الله عليه وسلم، ولزلنا في الفرائد الحسان من غزوة يوم الفرقان يوم بدر. من الدروس العظيمة أيها الإخوة في هذه المعركة أن المؤمن دائم الاتصال بربه جل وعلا، ولكنه في الأزمات واللحظات العصيبة الشديدة يزداد لجوءا وتضرعا وقربا من الله سبحانه وتعالى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قائدا للناس، يصف الصفوف وينظر في أصحابه فيضع هذا يمينا وهذا شمالا. اقترح الصحابة عليه أن يضعوا له عريشا، والذي اقترح ذلك هو سعد بن معاذ رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، إن وراءنا من إخواننا من لو كان يعلم أنك تلقى قتالا لخرج معنا، وإني أرى أن نجعل لك عريشا، فإن نصرنا الله كان الذي تحب، وإلا عدت إلى قوم ما نحن بأحب إليك منهم. انظر إلى هذه الكلمات العظيمة في التماس وحسن الظن بمن كان في المدينة من الصحابة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبنوا له العريش. بنوا له العريش صلوات ربي وسلامه عليه، وفي ليلة السابعة عشر من رمضان قام صلى الله عليه وسلم الليل كله. أيها الإخوة، قام الليل كله ينادي ربه فيقول: يا حي يا قيوم. وكان يلظ بها، يكثر من هذه الكلمة، يدعو الله جل وعلا متضرعا لاجئا يسأل ربه سبحانه وتعالى النصر. وجاء أنه كان يقول ويدعو قائلا صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض أبدا. وجعل يهتف بربه عز وجل يناديه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك. يرفع يديه إلى السماء حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم. انظروا وتخيلوا وتأملوا كيف يكون الاضطرار واللجوء إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، لا زال يدعو صلى الله عليه وسلم حتى كان أبو بكر يلتزمه من خلفه يبكي ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعد. وهذا من شدة شفقته على النبي صلى الله عليه وسلم. فما زال يدعو ويتضرع ويسأل الله ويهتف ينادي ربه حتى تهلل وجهه ثم قال: أبشر يا أبا بكر، فهذا جبريل على ثناياه النقع، أي الغبار. هذا أيها الإخوة الذي يجب أن يكون عليه حال المؤمن حين الكروبات والبلاءات واجتماع المخاوف و الأعداء عليه، يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. ففي لجوء نبينا صلى الله عليه وسلم لربه ودعائه وتضرعه وابتهاله وتبتله أعظم الآيات
في أن نلجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى حين نكون في مثل هذه المواطن. أيضا من الفوائد في غزوة بدر هو أن الدنيا أيها الإخوة ما دخلت على قوم إلا وفرقت ما بينهم وأبعدتهم عن بعضهم وخالفت بين قلوبهم. فإن الصحابة رضي الله عنهم حينما فر المشركون أو من بقي منهم انقسم الجيش إلى 3 أقسام. الأول لحق بالمشركين المدبرين يقتل فيهم، وقسم آخر انشغلوا بجمع الغنائم، والقسم الثالث خافوا أن يصيب المشركون غفلة من الصحابة فيقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاطوا بالعريش يحمونه صلى الله عليه وسلم. فلما عاد من كان يلحق بالمشركين وجدوا أن الذين يجمعون الغنائم قد حووها وقالوا هذه لنا ولا شريك لنا فيها، والذين دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرسوا العريش قالوا ونحن خفنا أن يصيب العدو من رسول منا غرة فيقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف الصحابة أيها الإخوة على هذه الغنائم وهذه الأموال، اختلف أهل بدر أرأيتم كيف تفعل الدنيا بأصحابها حين لا يخضعون لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حينما تخالف الدنيا ما أمر الله به. هنا تتبين درجات الإيمان ويظهر الحق المبين في قلوب بعض عباد الله المؤمنين والنفاق أو الكذب أو قلة الإيمان في قلوب آخرين. فأنزل الله عز وجل سورة الأنفال وفيها قل الأنفال لله والرسول، وانتبهوا إلى الشاهد أيها الإخوة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذن هذه الأنفال وهذه الأموال وهذه الدنيا هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يحكم فيها، وأتى فيما بعد تقسيم الغنائم، ولكن أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذا كنتم مؤمنين حقا فاخضعوا لما يأمركم الله به في مثل هذا. أيها الإخوة، إن الدنيا حلوة خضرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم للصحابة لما جاء مال البحرين نظر إليهم فتبسم قال أبلغكم أن مال البحرين قد جاء أو أن أبا عبيدة؟ فقالوا نعم، قال أبشروا وأملوا فوالله ما الفقر أخشى عليكم، استمع يا أخي، ولكن أخشى عليكم أو أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرا. نقف على هذا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 100 في سيرته صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومعه الأسرى، وفي أثناء عودته قتل 2، قتلهما صبرا، أمر بهما فأخرجا فقتلهما، وهو النضر بن الحارث، وهما النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط، وقد كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأذية له ولأصحابه، فلقيا ما لقيه من قبلهم من قتلى بدر من سادات قريش الذين حادوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآذوا المؤمنين في أنفسهم وفي دينهم. ثم لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرق الأسرى، وكانوا 70، فرقهم في بيوت الصحابة وأوصاهم بهم خيرا. وهنا أيها الإخوة قصتان تظهران كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يوالون لله ويعادون لله، وكيف كانوا أطوع الناس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. مر مصعب بن عمير بأخيه وكان يقال له أبو عزيز، فلما رآه قال للأنصاري الذي معه أشدد يديك به فإن أمه ذات متاع، أي عندها أموال، فلعلها تفديه منك. يقول أبو عزيز فكنت في رهط من الأنصار فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر. لماذا خصوه بالخبز وأكلوا التمر؟ لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا
ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها، فأستحي فأردها فيردها علي ما يمسها. النبي صلى الله عليه وسلم غير حاضر، وهذا والله من كمال الحب والطاعة والاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم. وبهذا سادوا، وبهذا ملأ الله قلوبهم إيمانا، صدقوا الله فصدقهم الله سبحانه. ثم بعد ذلك القصة الأخرى، قصة سودة بنت زمعة أم المؤمنين قبل أن يفرض الحجاب. كانت قد ذهبت إلى بيت آل عفراء، وعفراء هذه أم عوف ومعوذ اللذان قتلا في بدر، كانوا يبكون عليهما، فكانت عندهم ثم عادت. ماذا تقول أم المؤمنين؟ ذكرت أنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع الأسرى، وكان ممن بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأسرى أبو يزيد عمرو بن سهيل بن عمرو، وهو من سادات قريش، وهو الذي مثل قريشا في صلح الحديبية كما سيأتينا، وكان ذا شرف وعز وقدر، ودخل بعد ذلك في الإسلام. تقول أم المؤمنين: فرجعت إلى بيتي والنبي صلى الله عليه وسلم فيه في البيت، لكنها دخلت فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. أيها الإخوة، سودة بنت زمعة عاشت حياتها في مكة، وهي تعرف من هم سادات مكة وكبراءها، وتعرف كبراءها وساداتها وأغنياءها والملأ. فلما دخلت بيتها ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل إلا بها، قالت: فرأيت فإذا بأبي يزيد ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل. قالت: فوالله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت. لما رأته لم تملك نفسها، فقالت: أي أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم؟ ألا متم كراما؟ تقول: يا أبا يزيد، وأنت من سادات قريش، تسلم يديك وتستسلم، ألا مت كريما؟ هي أخذتها في هذا العادة لما كانت في مكة، وعز عليها أن يكون مثل هذا قد سلم نفسه وقبل أن يكون أسيرا. وكانت العرب ترى أن الموت أهون من أن يسلم الرجل نفسه ذليلا أسيرا. عندما رأت سهيلا نسيت أن هؤلاء محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: فوالله ما أنبهني، كانت في غير وعي تتكلم حينما رأته، قالت: فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت من خلفها: يا سودة، أعلى الله وعلى رسوله تحرضين؟ فهنا انتبهت، قالت: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت. رأيتم كيف نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ حتى إن سودة لما رأت سهيلا، فكيف لو رأت أولئك الذين كانوا قد ملأوا قلوب النساء والأطفال والناس جميعا هيبة، وكما قال الله عز وجل فيهم: وانطلق الملأ منهم، والملأ هم السادة، وقد وصفهم الله عز وجل بذلك. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الرابع بعد المئة الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. أول رجل وصل إلى مكة بعد هزيمة قريش في بدر رجل من بني خزاعة اسمه الحيسمان ابن عبد الله الخزاعي. لما وصل قال له أهل مكة: ما وراءك؟ أعطينا الخبر. قال: قتل عتبة بن ربيعة. انظروا أيها الإخوة، حتى قريش لما سمعوه يذكر أسماء ساداتهم وأنهم قتلوا جميعا قالوا: هذا مجنون. قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم ابن هشام أبو جهل وأمية بن خلف وزمعة ابن الأسود ونبيه ومنبه بن الحجاج وأبو البختري ابن هشام. فلما جعل يعدد أشراف قريش كان صفوان بن أمية والده أمية بن خلف ممن قتل، وأخوه أيضا قتل. فقال صفوان: والله لن يعقل هذا، فسأله عني. قال: هذا ليس في عقله، سأله عني. قالوا: وصفوان بن أمية؟ قال: هو ذاك جالسا، ولقد رأيت أباه وأخاه حين قتل. فلما أيقنوا وجاء بقية من فر وعلموا أنهم هزموا هزيمة نكراء، قطعت النساء شعورها وعقرت خيول كثيرة ونحرت إبل. وجاء في بعض الأخبار أنهم سمعوا هاتفا من الجن في مكة يقول: أزار الحنيفيون بدرا وقيعة، سينقض منها ركن كسرى وقيصرى.
أبادت رجالا من لؤي وأبرزت خرائد يضربن الترائب حسرا. يقول هذه المصيبة جعلت الترائب النساء يضربن الخرائد، هي النساء الجميلات المستورات في بيوتهن. هذه المصيبة أخرجتهن خارج البيوت يضربن الترائب أي البطون حسرا، أي بدون أن يضعن شيئا على رؤوسهن. فيا ويح من أمسى عدو محمد لقد جار عن قصن الهوى الهدى وتحير. يقول غلام للعباس رضي الله عنه قال كان قد دخل الإسلام فينا، أي في بيت العباس، فكان العباس قد كتم إسلامه وأم الفضل قد كتمت إسلامها زوجة العباس، لكن العباس كان يكره مخالفة قومه وكان ذا مال متفرق فيهم، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحاربه، وأرسل رجلا مكانه. يقول هذا المولى وهو أبو رافع قال فلما جاء مصاب أهل بدر من قريش وجدنا في أنفسنا قوة وعزة، قال وكنت رجلا ضعيفا وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم، الأقداح التي يستسقون بها. يقول فوالله إني لجالس أنحت وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر هو وأم الفضل. فأقبل أبو لهب يجر رجليه بشر، أبو لهب عم محمد صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله الثبات والهداية، حتى جلس على طنب الحجرة فكان ظهره إلى ظهري. يقول فلما أثناء جلوسه قال الناس هذا أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو لهب هلم إلي فعندك لعمري الخبر. فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس، يصف له المعركة. فقال والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، وأيم الله لا ألوم الناس، لقينا رجالا بيضا بين السماء والأرض والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء. أبو رافع هذا مولى ابن عباس كان نحيفا، فسره هذا الخبر فلم يتمالك نفسه فقال تلك والله الملائكة. فرفع أبو لهب، يقول أبو رافع فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة، قال وثاورته فاحتملني وضرب به الأرض، رفعه فوق ثم ضربه ضرب به الأرض ثم برك علي يضربني، قال وكنت رجلا ضعيفا. سبحان الله، رجل ضعيف ومع ذلك فإنه ثاور هذا المجرم أبا لهب. قامت أم الفضل زوجة العباس إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته فضربته به ضربة شجت رأسه شجة منكرة، وقالت لأبي لهب استضعفته أن غاب عنه سيده، فقام موليا ذليلا. يقول والله ما عاش بعدها إلا 7 ليال حتى رماه الله بداء العدسة فقتلته، حتى ما استطاع أبناؤه أن يدفنوه، فلما خشوا أن يعيب الناس عليهم ذلك جمعوا عليه الحجارة، نسأل الله حسن الخاتمة. ومن العجب أيها الإخوة أن قريشا أجمعت على ألا ينوحوا على قتلاهم حتى لا يشمت بهم محمد وأصحابه، انظروا إلى المقاييس كيف ينظرون إلى الأمور. ثم قالوا لا تبعثوا في أسراكم، اتركوهم حتى لا يظنوا أننا قد أشفقنا على من عنده، وهذا من تمام عذاب الله لهم، كما قال الإمام ابن كثير وغيره، لأنهم مات لهم أعز الناس ومع ذلك منعوا من أن يبكوا حتى عليهم. ولهذا كان في مكة رجل اسمه الأسود ابن عبد المطلب أو ابن المطلب، وقد قتل 3 من أبنائه زمعه وعقيل والحارث، وكان يحب أن يبكي عليهم جميعا، فإذا سمع نائحة من الليل يسهر طول الليل من الهم الذي ركبه ومن النار التي في صدره، فكان إذا سمع نائحة قال لغلامه وكان أعمى وقتها انظر أأحل الناس النحيبة وهل بكت قريش على قتلها لعلي أبكي على أبي حكيمة، يقصد ولده زمعة، فإن جوفي قد احترق. فيرجع الغلام قال لا، هذه امرأة تبكي على بعير لها أضلته. فيقول هذا الرجل أتبكي أن أضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر سرات بني هصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد، وبكى إن بكيت أبا عقيل وأبكي حارثا أسد الأسود، وبكيهم ولا تأسي جميعا وما لأبي حكيمة من نديد، يقصد أبناءها، ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسود. انظروا أيها الإخوة في نفس هذه السكك
والطرقات والبيوت في نفس هذا المكان الذي يبكون فيه قتلاهم كان الصحابة يتعذبون قبل مدة قريبة، فكان هؤلاء لا يقف منهم من يقف لينجد المسلمين ويمنع الظلم. فانظروا كيف عوقبوا بأن مات أعز وأكرم الناس عليهم ومنعوا حتى من البكاء عليهم. ولا يظلم ربك أحدا. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الخامس بعد المئة الأولى من سيرته صلى الله عليه وسلم. بعدما أسر من أسر من قريش في بدر وكان عددهم 70، اتفقت قريش فيما بينها ألا يرسلوا في طلب الفداء، فقالوا لا تعجلوا بفداء أسراكم، لا يأرب عليكم محمد وأصحابه، أي استقوي. فقال رجل معهم وهو المطلب ابن أبي وداعة، قال صدقتم لا تعجلوا. وكان هذا الرجل ذكيا حصيفا، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن له ابنا بمكة كيسا تاجرا ذا مال، وكأنكم به قد جاء في طلب فداء أبيه. وفعلا خرج هذا الرجل من الليل انسل وقدم المدينة فدفع 4000 درهم وانطلق بأبيه، وكان هذا أول أسير فدي. بعد ذلك بدأت قريش ترسل في طلب الفداء ويدفعون لأبنائهم وإخوانهم وأزواجهم. بعد ذلك جاء رجل من قريش اسمه مكرز ابن حفص ابن الأخيف في فداء سهيل بن عمرو، وكان الذي أسره مالك ابن الدخشم رضي الله عنه الأنصاري. فلما جاء مكرز إلى المدينة قال ضعوا قدمي مكان قدمه واتركوه يمضي إلى مكة ثم يرسل فداءه، فوضعوه مكانه. فذهب سهيل بن عمرو إلى مكة ووفى لصاحبه وأرسل المال فأطلقوا مكرز. وكان سهيل بن عمرو مشقوق الشفة السفلى، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أقطع شفة سهيل بن عمرو فلا يقوم عليك في مقام يؤذيك فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه، ما يدرك لعله في يوم يقوم مقاما تحبه ويعجبك. وسبحان الله أيها الإخوة، لما ارتدت العرب أو أكثرها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان سهيل بن عمرو في مكة، فقام في الناس خطيبا واعظا مذكرا، وكان سببا عظيما في ثبات أهل مكة على الإسلام وبقائهم عليه. فقام سهيل هذا مقاما لا يذمه فيه عمر. وهذه أيها الإخوة فائدة يجب أن نقف عندها، إن المرأة ما دام في حياته فإننا لا نحكم على أحد بأنه سيبقى على ضلاله، وكذلك نرجو للصالح بقاء صلاحه، ولكن الفتنة لا تؤمن على الأحياء. سهيل بن عمرو هذا هو الذي كان يقاتل في غزوة بدر، وهو الذي كان رسولا لقريش في صلح الحديبية متكلما عنهم باسمهم، وهو الذي فرض الشروط، بل هو الذي أمر وطلب ولم يقبل إلا أن يمسح اسمه أو لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وصفه لما قال في غزوة في صلح الحديبية. لكنه صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر هذا مرت الأيام فأسلم سهيل هذا، فقام مقاما ثبت فيه الناس على دين الله عز وجل. والهداية ليست كبيرة على أحد، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. أيضا ممن أرسل في فداء الأسرى ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب التي كانت تحت أبي العاص، كانت تحت أبي العاص بن الربيع، وأبو العاص ابن الربيع أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة. فلما طلبت خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج ابنتها زينب بأبي العاص وافق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يرد لخديجة طلبا. فلما بعث صلوات الله وسلامه عليه عمه أيها الإخوة أبو لهب كان ولداه عتبة وعتيبة قد عقد لهما على رقية وأم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمه أبو لهب فلنشغل محمدا بنفسه، وأمر أولاده أن يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم اجتمعت قريش أيها الإخوة على أبي العاص يطلبونه أن يفارق زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أي فتاة من مكة تريد نزوجك؟ فقال لهم أبو العاص رضي الله عنه وأرضاه وقد أسلم فيما بعد، قال والله لا أفارق صاحبتي، يقصد زينب، وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش. وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد فقال كان نعم الصهر. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقيت زينب عند زوجها، فلما أسر في بدر أرسلت زينب مالا، وكان زوجها أبو العاص من أغنياء مكة، فأرسلت مالا، ومن ضمن المال أو معه قلادة كانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قد أهدتها لزينب حين دخل بها أبو العاص. فلما وصل مال الفداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه القلادة فتذكر خديجة فرق لها رقة شديدة لابنته ولزوجته، حتى قال للأنصار إن رأيتم أن تردوا على هذه مالها وتطلقوا زوجها فافعلوا. قالوا نعم يا رسول الله، وهؤلاء هم الأنصار رضوان الله عليهم، فإنه ما كان يحب شيئا إلا تسابقوا إلى فعله. أسأل الله عز وجل وقد فعل أن يرضى عنهم وأن يجمعنا بهم سبحانه في جنته. بعد ذلك بقي قلة لم يرسل أحد في فدائهم فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.